واتساب يقترب من طرح ميزة جديدة. كشفت تقارير أن تطبيق واتساب يخطط حاليا لإصدار ميزة جديدة تتيح لمشرفي المجموعات حذف أي رسالة للجميع، حيث سيتمكن مسؤول المجموعة من إدارة مجموعات واتساب الخاصة بهم بشكل أفضل، مع إضافة القدرة على إزالة الرسائل الجماعية للجميع. ويمكن التأكد إذا كانت هذه الميزة متاحة لك أم لا، فإذا قمت بحذف رسالة واردة ورأيت خيار حذف للجميع فهذا يعني أن الميزة متاحة عندما تحذف رسالة لكل شخص أرسلها عضو آخر بالمجموعة. سيظهر اسمك دائما في فقاعة الدردشة، لذلك سيعرف الجميع أنك حذفت هذه الرسالة. ويعمل واتساب بإصدار إصلاح لزر المتابعة، يظهر هذا الزر مع أحدث إصدار تجريبي بشكل دائم في محادثاتك بدون سبب واضح. هذا الزر الذي يظهر عادة عندما يذكرك شخص ما في المجموعة به عيب في هذا الإصدار التجريبي، قد اشتكى العديد من المستخدمين منه، لكن واتساب أصدر بالفعل تحديثا لإصلاح الأخطاء لحل هذه المشكلة لجميع المستخدمين.